انه انت المساله الدار تتكلم عنها جويده، كلنا طلبت علم، ما يخفى علينا اكثر مما نعلم، وتبلغ وتوصل هذا الخير للناس في حدود علمك. فاذا جاء ما لا تعلم وقفت ورددت العلم الى الله سبحانه وتعالى. ومن الادله على ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى في سوره يونس، قال الله جل وعلا: قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. قال العلامه الشيخ محمد بن هادي رحمه حفظه الله، قال: والقول على الله اعظم من الشرك، اذ الشرك ما حصل الا بسبب القول على الله بلا علم، ولانه يتضمن الكذب على الله والافتراء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله عز وجل من يقول على الله بغير علم اولا بانه يكذب على الله، وثانيا بانه مفتر، لان الله سبحانه وتعالى لم يقل ذلك. قال السعدي رحمه الله، يقول تعالى منكرا على المشركين الذين ابتدعوا تحريما ما أحل الله وتحليل ما حرم الله الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. وهذا يعني واضح في التحريم. الآية الثانية وهي من أصرح وأوضح الآيات، قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا ما تعلق به كلام الشيخ محمد الذي نقلناه آنفا. قال: فرتب هذه المسائل على حسب قوتها، فجعل القول على الله بلا علم أشد من الشرك. قال البغوي في بعد ذكر قول للإمام مقاتل المفسر ابن حيان وهو عام، يعني النهي عن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، لأنه العلماء قالوا هو في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. قال: وهو عام في تحريم القول في الدين من غير يقين.